سكتني استاذه نور اتفضلي. اتفضلي يا استاذه نور اتفضلي. ممكن بس حضرتك بس تديني فرصه ان انا احكي حكايتي؟ اتفضلي بسرعه. معلش حضرتك، بص انا يوم 16/10 اللي فات انا دخلت اولد في مستشفى طنطا المنشاوي. مستشفى المنشاوي العام. اثناء الولاده حضرتك انا واخده بنج نصفي، يعني النص اللي فوق ده صاحيه وبتكلم وكل حاجه. بنج نصفي حضرتك، انا بعد الولاده على طول ولدوني وابني بيدول دكتوره الاطفال. اه. واقع من ايديهم. وقع من ايديهم؟ اه. وقع من ايد الدكتوره، وبعدين هي حضرتك سابته ومشي. دخل في غيبوبه. دخل في غيبوبه شهر كامل. زيف داخلي في المخ. بعد ما فهم الغيبوبه احنا حضرتك صرفنا عليه فلوس كتير جدا. سلفت فلوس كتير جدا وانا ما معيش. انا ما يعني ما حلتيش اي حاجه. المهم يعني ان هو فاق من الغيبوبه وكده، وعملنا له اشاعات وعملنا له حاجات. الاشاعات ديت اثبتت ان هو عنده يعني نتيجه الوقعه زيف عملت له نقص اكسجين وميه. اما كشفت يعني تابعت مع دكتوره مخ واعصاب ناس ولاد حلال، هم ودوني قالت لي دي عنده ضمور، وضمور بنسبه كبيره نتيجه الوقعه. مشكلة هياخد انه مركز من ومع الضمور في بقرة الدم، وحضرتك هو عنده تشنجات كتير طبعا وما بيبلعش طبيعي، بيبلع بخرطوم توصل لمعدته. سامعني حضرتك؟ طبعا دكتورة منى، لان هنا المسألة بقى متعلقة بخطأ طبي. خطأ طبيب يعني. طب اولا هي عايزة عليك لازم يحقق اتهام بخطأ طبي. اولا هي عايزه علاج لهذا الطفل قبل ما يعني ده غير موضوع مسؤوليه مين والتحقيق فيه. يا استاذه علا نور، استاذه نور ممكن تسمعوني بس لو سمحتي؟ طيب انا فاكره عايزه مكان للعلاج. اتفضلي دكتوره منى بتشوف لك حل، بس اتفضلي وهنقول لك الحل يعني. اتفضلي. طب بس انا مش بعرف اقرا حضرتكم، بس اسمعوني بس لو سمحت للاخر. اتفضلي. ودلوقتي حضرتك ابني عنده 4 شهور، مش عارفه، مطلوب اشعاعات ومطلوب تحاليل ومطلوب حاجات كتير جدا، وكل ما مره اروح التامين الصحي يدوخوني في ورق، اعمليه في ورق مش عارفه ايه، في ورق ايه، روح الحته الفلانيه، روحي هنا يا ريت يعني. انا مش معايا فلوس ومش معايا، وكمان غير كده كمان حضرتك انا معايا بنتين. التأمين الصحي مش هياخد من حضرتك فلوس، وممكن ورقيات لكن هو الطفلة مغطاة بالتأمين الصحي، ولو توجهت لأي لجنة تأمين صحي هتتعمل لك كل الحاجات على حساب التأمين الصحي. هو حضرتك بيجي له تشنجات، والتشنجات ديت ممكن تؤدي إلى الموت، فأنا أعمل إيه؟ هياخد علاج؟ مفيش، ومفيش في التأمين. تيجي الدكتورة الأعصاب تيجي 5 دقايق وتبقى عايزة تمشي، كل اللي عليها تكتب ورق 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 وخلاص. انا ما بفهمش منها حاجه. تيجي عايزه مثلا، ما هي ده الجمال، الوضع انه التامين لا يعطي علاجا يعني بوضع الحاله. اتفضلي. يعني بالنسبه لحاله ابن السيده المتصله هناخد رقمها في كنترول، وانا هديها اسم وتليفون طبيب اطفال في مستشفى اطفال مصر لتسهيل متابعه الحاله. ماشي، ده بالنسبه للحاله دي. هو في التامين الصحي، يعني انت مش رايحه واسطه، مش رايحه واسطه، ده حقك. هو طبيب في مستشفى التامين الصحي مستشفى اطفال مصر، دي حاله من الحالات اللي بتتحول للمستشفيات الكبيره، لانها مش حاله بيتابعها الطبيب الممارس العام. ده بالنسبه للحاله دي.